السلام عليكم المشاهدين ديالنا، خوتنا وحبابنا، الناس اللي داخل المغرب وخارج المغرب، الناس اللي متبعينا، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير؟ كي داكم مع هذا رمضان؟ كلشي مزيان؟ نتمنوا من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندنا جوله في مدينه خميسان، غنشوفوا الناس اللي كتفطر مور الفطور كتخرج للجرطات الساهله، يلا معنا باش تشوفوا. الشارع غادي فيها الالعاب، هي راه كتعمر بالناس،
تشوف على باش تشوف. المشاهدين ديالنا غنمشيو بحالنا، كنتمنوا الفيديو عجبكم، اللي بغى يتفرج يدير لنا ابوني باش ندعموا القناه نزيدوا الكتاب، واللي بغى يشوف شي بلاصه في مدينه خميسات يكتب لنا في الكومنتير، ومرحبا وتهلاو في راسكم، فيما كانت شي حاجه جديده غنشاركوها معكم، السلام عليكم.